نعم شادي، أنا حاليا في مكتب المديرة العامة السابقة لوكالة الإعلام لوري سليمان. يعني قبل أن أجري حديث معها أريد فقط يعني أشير بألا يعني المكتب، الأغراض في المكتب قد وضبت، ولكن المفاجئ بأن القرار الذي صدر بإقالة لوري سليمان من الوكالة الوطنية تزامن وتغطية الوكالة الوطنية لكل أخبار التحركات ويعني النشاطات التي تحصل في الشارع من قبل المتظاهرين. وسمعنا، واسمح لي بأن يعني أذكر ما قيل تحت الهواء، يعني حتى لوري سليمان تصف ما يجري في الشارع بأنها ثورة، ومن واجبها كمديرة لوكالة الإعلام بتغطية هذه الأخبار. الملفت في الأمر بأن القرار الذي صدر بإقالة لوري سليمان وتعيين مدير آخر لوكالة الوطنية للإعلام صدر في 17 الشهر الحالي، أي قبل إصدار قرار من قبل مجلس الوزراء بإقالة أو بكف خدمات وزارة الإعلام وإقالة وزير الإعلام جمال جرح. هناك العديد من علامات الاستفهام التي تطرح حول هذا القرار. سأكتفي فقط يعني بسؤال المديرة العامة لوكالة الإعلام. ليش أول شيء السؤال الأول، ليش أمتى تبلغتي قرار إقالتك؟ أنا اليوم الساعة 1:30 بلغت قرار إقالتي، مش من الوزير للأسف، تبلغته عبر حاجب بالوزارة، جاب القرار بلغه لشاب عندي بالمكتب والشاب بلغنيه. نحن يعني كنا حتى على تليفوناتنا كانت عم تجي أخبار عاجلة جدا نقلا عن الوكالة الوطنية. من المعروف أنه تلفزيون لبنان عفوا الخاضع أيضا لسلطة وزارة الإعلام لم يعطي أي اهتمام ولم يغطي أي من نشاطات ما يجري في الشارع بخلاف ما قامت به الوكالة الوطنية للإعلام. هل هذا القرار الذي أخذ هو عقاب لإلك نتيجة العمل الذي قمت به؟ والله ما بعرف إذا كان هو هذا العقاب. أنا قمت بواجباتي، في مليونين لبناني بالشارع بعتقد حقهم يوصل صوتهم. وكالتنا صحيح وكالة رسمية، بس هي منا بس للرسميين، هي لكل اللبنانية. هن بيدفعوا معاشات الموظفين من الضرائب اللي بيدفعوها، بعتقد حقهم انه نوصل لهم صوتهم. نحنا كنا كتير حريصين انه ننقل الحقيقة بس من دون اي تجريح، ما جرحنا بحدا، ما اسأنا لأي شخصية اسيء لها بالشارع، ما نقلنا الكلام النابي، حافظنا على الأخلاقيات الإعلامية، وبعتقد أنه نحن عم نشتغل صحافي مش عم نشتغل سياسي. كلفت جدا بأنه القرار اللي تبلغتيه اليوم وقع بيوم 17، في علامات استفهام نطرحها، يمكن معنا نحن الأدلة الكافية لنقضها، ولكن مستغرب جدا بأنك تتبلغي قرار أخذ بعد 6 أيام. هل هي علامات استفهام بس أم انه في، نحن بنعرف نتيجه عملنا بالصحافه الاستقصائيه انه بالوزارات عاده بيكون في مراسيم موقعه مسبقا في حال صار في داعي لاستخدامها واظهارها على انه اخذت في وقت سابق. هل انت عندك نفس علامات الاستفهام حول هذا القرار؟ اكيد عندي علامات استفهام، لانه مش الروتين الاداري اللي اخرتها تبلغتها، لانه جاب لي اياها بعاجل، يعني مضيها الوزير وبلغونيها فورا، يعني اليوم مضيت بس حطوها بتاريخ سابق. ليش؟ لأنه الوزير جمال الجراح من بعد إقالته ما كان ممكن يقدر يأخذ هيك قرار؟ يمكن، ما بعرف. طيب آخر سؤال لك، هناك يعني من المعروف أو ما يتم تداوله أنه حضرتك مقربة أو خلينا نقول مقربة من القوات اللبنانية، ويتهمونك أحيانا بأنك يعني ما بتنقلي الأخبار، أخبار العهد أو أخبار رئاسة الجمهورية. بالعكس أنا حريصة أنقل أخبار كل الناس ومثل بعضها وبوقتها. يعني معليش، نحن ما كان عندنا خدمة الخبر العاجل، عملنا خدمة الخبر العاجل، منطلع أخبار أولية. يعني مبارح رئيس الحكومة عم بيتلي مقررات، عم بيحكي عن الورقة الاقتصادية وإلغاء وزارة الإعلام، نحن دغري طلعنا فيها. الوزير جبران باسيل نهار الجمعة حكي، بالعكس أخذنا أولي ورجعنا أخذنا الخبر كامل. ما بعتقد أنه نحن عم نقصر مع حدا. كل جولات الوزير باسيل اللي بيقوم فيهم بكل العالم بدون ما يكون معه مندوب من عنا، بيبعتوا لنا التفريغ من برات لبنان ونحن منفرغوا هون، هني بيروحوا معه على الطيارة بس نحن منشتغل هون. بيبرم كل لبنان، مندوبين الوكالة بيكونوا عم يبرموا وراء، على الرغم أنه الوزير باسيل عنده مكتب إعلامي كتير كبير، بس نحن اللي بنقوم بالمهمة مش هني.
في كتير من الأصوات اللي عم بتطالب بالشارع بمحاسبة مسؤولين، بإقالة مسؤولين. الملفت أنه هناك قرار بإقالة شخص واحد بكل هذه المعمة، وهذا الشخص هو أنت. يعني هل بدأ الوزير جمال الجراح يسمع أصوات المطالبين بمحاسبة المسؤولين؟ بس اللي طالبوا بالشارع ما طالبوا بإقالتي، أطالبوا بإقالة الوزراء والنواب. أنا لني وزيرة ولني نايب، أنا مديرة عم بقوم بمهام الوظيفية، عم بقوم بالمهمة اللي أكلت إلها أن يكون بخدمة الناس، لأنه الوكالة هي صوت الناس وصوت من لا صوت لهم، ونحن كنا عم ننقل هذا الصوت. وأنا أفتخر إذا أنا عقابي إني لأني نقلت صوت الناس، أنا أفتخر إن شر سنة طورت وكالة رسمية استلمتها تحت الأنقاض، صارت تحكي بالخامس لغة. هلأ كنا بدنا نطلع فيها هي اللغة الأرمنية إضافة للفرنسية والإنجليزي والعربي والإسباني والصور، وخدمة الفيديو صارت جاهزة تنطلعها كنا على أساس، وصارت ثورة وناطرة. قلت أنا تبلغ ثورة أنه التظاهرات ثورة اللي بدك يسميه صوت الناس، طلع صوت الناس وتسكرت الطرقات وما صار لي شوف الوزير تا نتفق على صيغة تنطلق هالخدمتين الجديد. للأسف هيك بدهم، ما بدهم الناس تشتغل بهالدولة. معليش أنا في أرشيف صور عمره من 61، من سنة 61 كان مهمل ومرمى بديبول وزارة، بالصدفة حضيت فيه وشفته وشلته من تحت الأنقاض وعملنا له، بلشنا نعمل له سكان وعملت له غرفة، خصصت له غرفة خاصة لقله لهذا الأرشيف، وجبنا معدات. وبعتقد أنه كل حدا بيجي على الوكالة بيقول لي ليش طابقك مختلف عن غير طوابق بالترتيب، يمكن هيدي مجازاتي. معلش أنا ضميري جدا مرتاح رايحة من هون، عملت بعتقد التاريخ رح يذكر شو عملت بهالوكالة. بعتقد الموظفين صاروا يفتخروا يقولوا نحن بالوكالة الوطنية للإعلام، وسائل الإعلام اللبنانية كلها عم تنقل عنا، وهذا ما كان يصير قبل. يمكن هي خطيتي، معلي خطيتي تجاه أولادي وتجاه جوزي يلي تركتن بأمس الحاجة إلي وكنت هون. شكرا كتير لك. كما سمعنا شادي ألفت بأن كل الأصوات التي تطالب بمحاسبة المسؤولين وبإقالة بعض الوزراء وبعض النواب، البعض يريد إقالة جميع الوزراء والنواب، يبدو أن القرار الوحيد الذي اتخذته هذه السلطة بإقالة المدير العام للوكالة الوطنية. تحب تضيف شيء؟ بدي أقولك شغلة واحدة، أني أنا ولا نهار انتميت لأي حزب سياسي أبدا أبدا أبدا، أنا مستقلة وضميري جدا مرتاح ورح ضل مستقلة. شكرا كثير لك.